أنا قلت المرة الأخرى اللي علي البسليمي من أفضل المدافعين الموجودين، لا يزي معناتها مدافع صلب، اثنين عنده جرينتا كبيرة معناتها، أنا نعرف اللي الديفونسور هذوما قلال ولاو في تونس. نقعد نستغرب علاش ما توجهلوش الدعوة باش يكون ضمن الفريق القومي، يا أخي الفريق القومي حكر على الناس والناس الآخرين لا، أنا من مرة أخرى من عندي توا ثلاثة أشهر ولا أربعة أشهر قلت علي البسليمي ما كانوا في المنتخب. أبدع وسجل يظهر لي ما سون كومونتير معناتها بالنسبة لعلي البسليمي نقطة استفهام. اليوم ما نجمش ننقد ستاف نتاع منتخب نتاع بلاد، هو يرى اليوم علي البسليمي ما نجمش يكون، لعل في الـ في الـ في الـ القريب الـ 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 العاجل نكون موجود معاهم، وان شاء الله ليسونسيال مصلحة المنتخب وكاو.